السلام عليكم الدراري، كنتمنى تكونوا بخير، الصحه ديالكم مزيانه، كلشي هو داك. الفرنسي باتريس بوميل يكشف سرا عن زياش ومزراوي اللي هو المدير الفني السابق لمنتخب كوت ديفوار اللي كان كمساعد لإيرفيونار ياماتو مع المنتخب المغربي، حيت خرج بتصريح مهم على المنتخب المغربي. وايضا غادي نعطيكم الحقيقه ديال عوده رونار للمنتخب بحيث الوكيل ديالو فجرها. نبداو بشنو قال. عاد الفرنسي باتريس للحديث عن موضوع استبعاد ثنائي زياش ومزراوي، بحيث قال لموقع فوتمنكاتو الفرنسي: عندما وصلت الى المغرب سافرت من اجل مشاهده زياش الذي كان يلعب انذاك في صفوف نادي تفانتي. تحدثت اليه طويلا ووجدت انه لاعب يملك شخصيه قويه مثله مثل مزراوي. لم اشاهد شخصيا هذين اللاعبين يرفضان خوض تدريبات. مزراوي يملك موهبة لا تصدق، وزياش أيضا. شخصيا لم أواجه أي مشكل مع زياش ومزراوي، أعتقد أنها مشكلة داخلية، إنهما يحبان بلدهما وأعتقد أنهما يعانيان من عدم اللعب للأسود الأطلس، خاصة أنهما ظلا يستجيبان دوما للدعوة. المدرب بحاجة إليهما وهما بحاجة إلى المغرب، إنهم بحاجة إلى تجربة هذا النوع من الإحساس خلال مسارهما الرياضي. فمزراوي غاب عن نائيات كأس العالم الأخيرة وكان في القائمة الاحتياطية فقط. وعلى رونار حقيقة العودة ديالو، وكيل ديالو فجرها بحيث قال إياد فريد وكيل أعمال الفرنسي إيرفان رونار المدرب الحالي للمنتخب السعودية: محمد مقروف المستشار الإعلامي لرئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم كان سببا في توتر العلاقة بين إيرفيونار والصحافة المغربية، حيث كان يمدها بمعلومات مغلوطة لتهاجم المدرب الفرنسي. عودة رونار لتدريب المنتخب مرهونة برحيل محمد مقروف من منصبه، وبخلاف ذلك فإنه لن يعود بكل تأكيد. أشبه لكم شنو قالوا، هذا ما كان، وتهلاو لفراسكم.